طيب خلينا نروح مع حضراتكم لمحافظه مطروح واللي بدا فيها امبارح موسم الامطار. كان في امطار خفيفه ظهرت كمان غيوم في عدد من المناطق. خلينا يعني نعرف كده الاجهزه التنفيذيه كمان اعلنت حاله الطوارئ ومتابعه الشواطئ لحمايه المصيفين اللي لسه موجودين طبعا من الغرق لا قدر الله والامواج المرتفعه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتوره دينا عثمان نائب محافظ مطروح. صباح الخير على حضرتك يا فندم واهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم كلكم وصباح الخير على مصر كلها. اهلا بحضرتك. طيب لو تقول لنا يا فندم في البدايه كده وتصفي لنا اجواء بوادر الامطار اللي سقطت في محافظه مطروح من امبارح وظهور الغيوم. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. موسم الصيف خلاص بيودعنا اهو. من يومين نزل بعض الامطار الخفيفه مع وجود بعض الغيوم ورياح رياح وامواج يعني من بين متوسطه لخفيفه، وده ادى احساس للمصطفين ان الشتاء جه. هو طبعا احنا بدايه فصل الخريف وكان الجو لطيف، ما اقدرش اقول عليه ان هو شتاء. والشواطئ المفتوحه طبعا احنا بنوقف نزول المصطفين فيها حمايه ليهم ولارواحهم، لكن الحمد لله الجو رجع تاني من امبارح مشمس ودافي، والحمد لله عندنا المصطفين مستمتعين بشواطئ مطروح الجميله. كل الشواطئ هاديه والامواج برضو هاديه. ده طبعا غير ان احنا بدانا استعدادات مبكره جدا لفصل الشتاء القادم. عايزين بقى نعرفها دي يا دكتوره، استعداداتكم ايه؟ ما هي ابرز الاستعدادات اللي المحافظه محافظه مطروح عملتها علشان يعني تبتعد عن اي كميات كبيره من مياه الامطار، عشان ما يبقاش في تعطيل لحركه المرور، وخصوصا مع وجود الطريق الدولي الجديد؟ هل ده فرق مع القصه ولا ما فرقش؟ اكيد طبعا. احنا طبعا معالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مهتم جدا بالاستعداد المبكر لاي موقف طارئ، فعقدنا اجتماع بجميع الجهات التنفيذيه كان يوم 19 سبتمبر، وده علشان اي محافظ وجه فيه بضروره اهتمام كل الجهات التنفيذيه بالتغيرات المناخيه اللي بتحصل على المستوى العالم اشمل، ومدى استعداديه كل جهه من الجهات لهذه التغيرات المناخيه. كان في الاجتماع ده خرجنا ببعض التوصيات المهمه جدا للاستعداد لموسم الشتاء، منها توجيه الموارد المائيه والري ان هم ينتهوا من السدود اللي بتتم في بعض المناطق في محافظه مطروح، وخاصه في منطقه الكيلو 4 في وادي ام الاشطان ووادي اسماعيل، ودول كنا بدانا فيهم بالفعل من السنه اللي فاتت وخلاص قربوا على الانتهاء علشان حمايه المنطقه دي من السيول، حيث انها مقرات سيول. كمان تم التنسيق مع كل الجهات المعنية بمراجعة وصيانة السيارات ومعدات الأمطار ومعدات مواجهة السيول، وكمان لو في أي اعتمادات مالية هم محتاجينها لهذه الصيانة تم الاستعداد ليها علشان استعداد مبكر. طبعا كمان الحاجات المهمة جدا اللي معالي المحافظ وجه ليها مواجهة مخالفات المباني في مجاري السيول وازالتها في المهد، وكمان قطع المرافق والخدمات عن اي مباني مخالفه موجوده في هذه المجاري، طبعا حمايه للاهالي علشان ما يتضروش لو حصل لا قدر الله طير. وتم التنسيق مع هيئه الطرق والكباري لانشاء برابخ للنقاط الساخنه اللي هي نقطه تجميع الامطار، وخاصه على طريق مطروح اسكندريه بدايه من الكيلو 20. طيب يا فندم، كان في الحقيقه استراتيجيه مهمه جدا للاستفاده من مياه الامطار. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي هيتم عشان نقدر نستفيد من مياه الامطار خلال هذا الموسم، موسم الشتاء طبعا. هو اصلا يعني اهالي مطروح بصفه عامه بيعملوا الابار لتجميع مياه الامطار والاستفاده بيها. طبعا احنا عندنا زراعه قايمه على زراعه مطريه، اسمها زراعه مطريه قايمة على الأمطار، وبالتالي هم بيهتموا جدا بتجميع مياه الأمطار في آبار مخصوص
احنا جهه تنفيذيه بنجهز الابار دي بننظفها بنحفرها بحيث ان اكبر كميه مياه امطار تكون موجوده عندنا ونقدر نستفيد بيها بعد كده في الزراعه. بالنسبه للتغيرات المناخيه، هل يعني محافظه مطروح عندكم رصدت ان في بالفعل تغير مناخي طرأ على المحافظه؟ هل انتوا منسقين مع الارصاد الجويه وعرفتوا هذا الامر وازاي هيأثر على يعني حركه السير والسياحه والمصطفين وكل؟ هو في تنسيق كامل ما بيننا وما بين هيئه الارصاد الجويه لرصد اي تغيرات مناخيه. يمكن بعض المصطفين حسوا في الصيف اللي فات ببعض الرطوبه اللي كانت، يعني احنا الجو عندنا جو جاف، فبدا يبقى فيه بعض الرطوبه او نسبه بسيطه من الرطوبه في الجو. طبعا هي اقل بكثير من الدلتا، ولكن كان ما كناش بنحس بيها قبل كده في مطروح. ف يعني في جاهزيه وفي استعداد على كل القطاعات لمواجهه اي تغيرات. زي ما قلت لحضرتك في غرف عمليات شغاله 24 ساعه، سواء غرفه العمليات الرئيسيه في الديوان او غرف العمليات الفرعيه في المراكز. في لجنه فنيه، اللجنه الفنيه دي منوطه بان هي تمر على كافه شناشن المطر، مراجعه المعدات، مراجعه مجاري السيول، اعداد تقرير تفصيلي كل فتره بالموضوع ده علشان مواجهه اي حاجه تقرا لا قدر الله. دكتور دينا، اخيرا هل في رقم ممكن المواطنين يتصلوا به في حاله اي مشكله واجهتهم، ان كانت تراكم مياه او اي مشكله ثانيه ممكن تواجههم بسبب سقوط الامطار او تجمع المياه؟ احنا يعني غرفه عمليات المحافظه متاحه 24 ساعه. احنا ارقامنا الشخصيه معالي المحافظ شخصيا، واحنا متاحين 24 ساعه، الناس بتوصل لنا بمنتهى السهوله. جميع الجهات التنفيذيه بنعلن ارقامها بشكل دوري على ميديا المحافظه علشان يقدروا ان هم يتواصلوا مع رؤساء مراكز المدن، مع مديريات الصحه، مع الدكاتره في المستشفيات، مديرين الدكاتره في المستشفيات، مع الاسعاف. يعني كل حاجه عندنا الحمد لله متاحه. تعالي بس مطروح وانتوا هتستمتعوا بيها جدا. لا اكيد هنيجي قريب. نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره دينا عثمان نائب محافظ مطروح، الحقيقه مجهود كبير جدا يعني. كل الشكر ليكم طبعا عليه.